يعني طب ازاي بيتعب. الاهالي يعني يعرفوا يخلوا ولادهم يحتفلوا بالعيد ده ويلبسوا الكوستيومز المناسبة بس من غير ما يحصل لهم مشكلة نفسية؟ يعني بنشوف المدارس دلوقتي كلها عاملة حفلة هالوين وكل الاطفال بيلبسوا كوستيومز لذيذة وكده، ازاي ما نخليهمش يخافوا من الحدث يعني ده؟ هو الفكرة انه لازم الاول نشوف مين اللي يحتفل كده. يعني لحد سن مثلا 7 سنين الاطفال ما بيبقاش عندهم قدرة على التفريق بين الخيال والواقع. يعني هو لما يشوف جمجمة مثلا ما بيبقاش عارف دي بجد ولا ده شكل، فده طبعا بتبقى يعني نفسيا حاجة صعبة انه كأنه شايف حاجة بجد. يعني هي جمجمة لعبة مثلا او جمجمة مش شكل منظر، فده بينعكس عليه انه يبتدي يخلط بين الخيال والواقع، ما بيبقاش فاهم او يعني بيشوف غلط في سن مبكر، لحد يعني لازم سبع يعدي سنين. السبع طبعا سنوات لان هي دي اللي بتتكون فيه فعلا نفسية بالظبط، الطفل يعني كاملة. لحد 7 سنين محتاجين انه يبقى حاجات بسيطة خالص، انه يلبسوا حاجات حتى ما فيهاش شكل الدم قوي، ما فيهاش العنف قوي، ما فيهاش الكلام ده، لانه احنا فكرة الأطفال وكلنا عندنا فروق فردية من أول ما بنتخلق، فالفروق الفردية دي بتبقى في حد حساس قوي، حد عنده صح صلابة نفسية شوية، حد صح على حسب البيئة كمان اللي طالع فيها. يعني فكرة استقبالي بقى للحاجة دي مش كلنا زي بعض طبعا. طبعا أشكال كرتونية شوية أو بالظبط، يعني لذيذة حاجات تبقى يعني. مش مرعبة زي ما بيعملوها زيادة كده، لأنه ممكن يبقى أب أو أم جايبين حاجة لأولادهم فاكرين دي حاجة حلوة وإنه أحلى حاجة بقى، فجايبين أقصى حاجة فيها شكل واضح. طيب احنا يعني دايما بنقول الوقاية خير من طبعا العلاج، واحنا طبعا عندنا مشكلة ثقافة القطيع، طبعا بمعنى يلا احنا الوعي الجمعي بيقول هالوين وموضة ومدرسة الولاد وانترناشونال سكولز، فانا هعمل كده بالظبط في ولادي. بالظبط. فده يرجعنا بقى تاني يعني بناء على كلام حضرتك دلوقتي انه لازم الام تبقى فاهمة قوي طفلها، يعني بالظبط فاهمه طبيعته وتركيبته النفسيه، بالظبط زي ما قلتي انه ممكن يكون هو رهيف او جدا احساسه حساس. في اطفال قلبها جامد زي ما بنقول، بنقابل ناس في الحياه نقول لك ده قلبه ميت مثلا، ففي اطفال فعلا ما بيفرقش مع الكلام ده، مهايبرين ما بياخدوش الموضوع سو سيريس، وفي اطفال حساسه. فازاي اساعد الام ان هي تبقى فاهمه او تلاحظ علامات معينه في شخصيه ابنها او بنتها، انه هل صحي بالنسبة له أصلا يحتفل بالهالوين ولا لأ؟ ولو أوكي عايز يشارك صحابه، إزاي أخليه بما يتناسب مع نفسيته؟ يعني أوكي هسيبك تشارك، مش هعزلك عن الوعي الجمعي، ولكن بما يناسب الحتة بتاعتك أو شخصيتك. بالظبط، محتاجة الأول أفهمهم. يعني أنا دايما ما أسيبهمش يحتفلوا كده وأنا مش مفهمهم ده إيه. يعني محتاجة أفهمهم إن ده حاجة مش بتاعتنا، وحاجة مش تقاليدنا، وحاجة مش ديننا، كل ده محتاج أفهمهم حتى لو صغيرين، محتاج أفهمهم إن دي حاجة وحاجة مش حقيقية وحاجة مش، يعني في شرح لازم طب كتير ما هو يتقال. ببساطة هيسألك السؤال الوجودي اللي احنا بنسأله وده مهم جدا، يقولك طب ليه؟ طب ما دام هي حاجة مش الدين ومش ليه؟ طب احنا بنحتفل بيها ليه يا مامي هنقول مثلا؟ إن احنا عشان أنت في مدرسة دولية، والمدرسة الدولية دي المناهج ليها بتاعتها تقاليد معينة يعني جاية ليها من بلد تانية، مش بلدنا، بثقافة تانية، بحاجات تانية مش بتاعتنا، فاحنا لازم نطلع ونشوف وكده. وطبعا بطريقة يعني ننزل لمستواهم الفكري عشان يعرفوا يفهموا، ولكن لازم افهمهم كمان، لانه احنا لو ما فهمناش احنا بنزود فكرة التفكير الخرافي، يعني بندعم فكرة التفكير الخرافي.